تخيلوا تكونوا في علاقة مع شي إنسان كتبادلوا بعضكم نفس الأحاسيس، وهذه الأخيرة قررتوا باش أنكم توجوها بما شرعه ديننا واللي هو الزواج. لكن الطرف الثاني جات واحد المراهقة متأخرة اللي غادي تنتج عليها تصرفات و اللي ما كنتيش متقبلهم، حينها غادي تستعملي قلبك في بلاصة عقلك وغادي تطيحي في نتيجة لا تحمد عقباها أبدا. حكايتنا الليلة كيف العادة عبرة لكل من يحب بلا عقل وبلا منطق. سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه. اذا كنت جديد على قناتنا نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. انا اليوم اتوج نفسي على حسب اخر تعليقات ديالكم في فيديو نتاع البارح باللي انني ونيسه الكوزينه. تقريبا جلكم كيتونس بيا وهو تيوجد العشاء، وملي كيسمعوني حاليا وكيتونسوا بيا بغيت نقول لكم اعانكم الله وكنصيفط لكم تحياتي الحاره اينما كنتم. باش ما نتعطلش عليكم اكثر بغيت غير نقول لكم بلي غدا ان شاء الله غادي نحط لكم واحد الحلقه على واحد الكتاب اللي كنظن بلي انكم ما عارفينوش، ماشي كتاب العزيف، ماشي شمس المعارف، ماشي غيرها، لكن كتاب اللي يقال بلي انه تكتب في 12 ساعه فقط وعدد الصفحات ديالو 300 صفحه ورقيه ماشي عاديه وضخم جدا وكاد انه يتصنف من عجائب الدنيا. وهذا الكتاب كتبه الشيطان بنفسه وباقي محتفظ به ليومنا هذا في واحد المكان. هذه غادي تكون حلقه الغد ان شاء الله. اما حلقه اليوم غادي نقول لكم فيها لنبدا. انا جواهر، الطفوله ديالي دازت عاديه جدا، ما كاينش نذكرها لكم حيتاش كانت طفوله عاديه كاي بنت من عائله متوسطه الحال. بابا غادي تقاتل باش انه يوصلني وباش يقريني، الحمد لله نجحت في مسيرتي الدراسيه وشديت زوج نتاع الدبلومات ديالي. لكن قصتي غادي تبدا من شهر 3 من سنه 2020، يعني قبل الحجر الصحي بايام قليله، بحكم اني كنت خدامه في واحد الشركه تعرفت على واحد الشخص اللي اذا كانت خصتني شي حاجه في اطار الخدمه كان تيجي هو كيعاونني فيها حيت كانت هذيك هي خدمته. انا ذاك كانوا ما بيناتنا نظرات نتاع الاعجاب، وقت ما ولا يدوز حدايا تيقول لي السلام صباح الخير بسلامه. في ظرف 20 يوم بالضبط ولينا كنهضروا وتبادلنا النوامر ديالنا. جا الحجر الصحي جلسنا في الدار من الخدمه وبقيت تنهضر انا وياه وكانت تعرفه. صراحة كانت نيتو زوينة بزاف واعترف ليا بلي انه ناوي المعقول وما باغيش تفليا، قال ليا نزيدو غير نتعرفو واحد شي شوية وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. ما نكذبش عليكم، في الايام الاولى كنت غير غدا وصاف، ما حطيتش في دماغي الجدية في هاد العلاقة، لكن ما نكرش بلي انني كنت مرتاحة انني نتكلم معاه. انسان كان تيفهمني وتيبادلني نفس الافكار وماشي معقد ولا متشدد، داكشي اللي كتبغي اي بنت شي زوج مستقبلي. هنا بديت كنفكر انني هو اللي بغيت نكمل مع حياتي. داز ديك 3 شهور تقريبا تاع الحجر الصحي ورجعنا للخدمه ورجعنا كنتلاقى وكنهضروا يوميا. الوقيته ديال الاستراحه ديالي كان تيخرج لعندي كنجلسوا فيها مجموعين. المهم دوزنا ايام اللي كانت زوينه وما كانش تيقول لعباد الله بلي هذه راه الخليله ديالي، لا بالعكس كان كيقول ليها بلي هذه راه مراتي وراه غادي نخطبها، راني ناوي معاها المعقول والحلال. فعلا داكشي اللي كان. وقت ما هضرنا كنا كنهضروا على هذه النقطه، فين غادي نسكنوا، شحال غادي نولدوا، شنو غادي نسميوهم، يعني هذا الشيء كامل كان مفصل ما بيناتنا. هو انا ذاك ما كانت عنده لا دار لا طوموبيل حتى شي حاجه من غير الشهريه ديالو اللي على قد الحال اللي كيشدها في راس الشهر، ومع ذلك كنت باغاه ومستعده باش انني نبدا معاه من الصفر، ولو ما عندوش ما كانش تيهمني هذا الامر. انا كنت ثايقه وعارفه بلي انه غادي يوصل في الخدمه اللي هو فيها، خصو غير يصبر واحد شويه. داز ديك السنه كلها بهذه الطريقه بين نقاش ونشاط وضحك والايام كتدوز، واخيرا غادي يحدد معايا من مرعيد الكبير باسبوعين انه يجي لدارنا ويتكلم فيا. طلع راجل ووعدني وفى بالوعد ديالو، علمت دارنا وعماماتي حتى هما حيتاش كانوا ساكنين حدانا وجداتي وكنا فرحانين، لكن غادي يموت جدي في ديك الوقيته وتقصحات ماما وجلت المجيه ديالو. قلت ليه شوف فلان بلا يدوز 40 يوم وديك الساعه مرحبا. من بعد الجنازه انا رجعت لخدمتي ولقيت راسي بلي انني ما بقيتش مرتاحه فيها، خرجت فمشيت لوحده اخرى، مشيت خدمت في بلاصه احسن من ديك الشركه اللي كنت فيها في بوست زوين. خدمت مزيان وفي البدايه كان نوعا ما بدا كيحكر عليا في بزاف ديال الحوايج، معاش خارجه الصباح فين كتغداي، معاش خارجه فين كنتي. المهم حسيت بلي انني مخنوقه من دوك المكالمات اللي كانوا في كل وقت ومبالغ فيهم. في الاول كان تيعجبني داك الاهتمام اللي كان مبالغ، كان كيصون عليا كل مره يفيقني اذا كنت غدا الخدمه الصباح، وقت الاستراحه كان تيونسني. المهم المكالمات ما كانوش كيحبسوا بيناتنا،
ولكن لما خرجت من ديك الخدمه حسيت نوعا ما بلي انني وليت مخنوقه. كل مره كانت تعيط عليا حتى ما بقاش عاجبني الحال، وليت كنتجنب باش انني ما نجاوبوش ولا نجبد معاه صداع غير باش ما نهضرش انا وياه شي مده. ولات الهضره كنحبسوها بسيمانه ولا زوج سيمانات، زدنا ولينا بشهر ولا شهرين، ولكن هذا الشيء ما تيعنيش بلي انني كندير شي حاجه من موراه. كنت ديما تنقول بلي انه هذاك الانسان او هذاك السيد راه انا ليه وهو ليا، واخا نعرف كاع 100 راجل ما غادي نرتاح الا معاه وما غادي يفهمني الا هو. كنغبرو مده وكيعيط لي ولا كنعيط ليه، انت درتي انت يا درتي، وكنرجعو كانه ما وقع والو. وهنا من جديد غادي نحددو واحد التاريخ واحد اخر باش انه يجي يخطبني فيه، وما كتبش لانه بابا دار عمليه واجلنا شويه وكان تاجيل للمره الثانيه. عاودنا تخاصمنا، حبسنا الهضره ورجعنا. المهم بقينا مجرجلين من 2020، نقولوا 2021 حتى 11 نتاع 2022. الو فينك؟ في الدار. خرجي. خرجت لعندو غادي نتفاجئ بالطوموبيل جايبها شاريها. فرحت وباركت ليه، قال لي بلي انه طلع في البوست ولا انجينيور، يعني ولا كيتخلص مزيان، وهذا معناه بلي انه صافي راه وجد. واخا انا كنت قابله عليه بلا والو، ولو انه ما عنده والو حيت ما كانوش يهموني الماديات معاه. المهم سيد دار طوموبيلتو، خلصت بارك الله حتى هي طلعات، يعني في اي لحظه بامكانه انه يدفع لشي دار حيت ولا مؤهل ماشي 100% ولكن 1000% باش اننا نتزوجوا. صافي هضرنا على هذا الشيء، قال لي شوفي احنا في شهر 11 دابا، نتسناو 12 واحد جوج نكونوا درنا كل شيء، ورمضان ان شاء الله ديال هاد العام مازال غادي ندوزوه مع بعضنا مجموعين. فرحت بزاف، ما قداتنيش الارض، وكان جاتني في واحد الفتره اللي هي مناسبه حيت كنت عييت من الدنيا. واخا عندي 25 سنه عييت من الروتين ديال الخدمه وديال الدار، يعني وصلت لواحد الوقيته كنت باغا نتزوج فيها بهذا الشخص اللي كنت باغا نسافر معاه نخرج معاه. ونفس الوقت كانوا كيجيو خطاب واحد اخرين اللي ما كنتش كنتقبلهم حيت ما كنتش مستعده لذاك التعارف من اول وجديد، يعني كاع طاقتي والمشاعر ديالي حطيتهم في هذه العلاقه، يعني ما تقبلتش هذه الفكره، هذا اللي بغيت وصف. المهم هضرنا في التفاصيل وبقينا غاديين مزيان، لكن لاحظت في ذاك الشهر 11 بلي انه السيد تبدل، بحال هزيتي واحد وحطيتي واحد اخر. تعرف على رفقاء السوء اللي غير كارين الدار، وكيف تنقولوا البنات عندهم غير داخلين خارجين. هو بداو كيتحلوا لي العينين على هاد الحوايج، ولا باغي يسهر كانه يلاه بدات المراهقه، بحال ما كانش عايش وعاد حل عيني على الحياه. فبدا كيجرب الخريج بالليل والصهير والسفر كل ويكاند، وانا ما تقبلتش هاد الحياه الجديده ديالو، ما كانش عاجبني لانه ماشي هذا هو الشخص اللي كنت اختاريت في الاول. قلتها ليه افلان هادشي اللي غادي فيه راه ما خدامش وما مزيانش لينا، تخيلوا ولا كيخسر معايا الهضره، علما انه سابقا غير اذا زلقات لي غير شي كلمه ديال الزنقه تيطلب مني السماحه، ودابا ولا تيهضر معايا بها كانه امر عادي. احترمني يا فلان، اش هادشي جديد عاوتاني؟ كيبقى كيضحك. هزيتي واحد وحطيتي واحد اخر، ولا عنده الفلوس بزاف والطوموبيل دسراتو وتبدل عليا 360 درجه كيف ما تيقولوا. قلت ماشي مشكل. واحد النهار قال لي انا غادي نسافر. مع من؟ مع فلانه. من نيتك؟ لا ما غاديش تسافر معاها. ديك السيده كنت كنعرفها بلي انها صديقه ديالو، كانت عاديه ومحترمه وكانت كبر منه، ولكن ما بغيتش بلي انه يسافر معاها. افلان راه ما بقى والو نديرو الحلال مع بعضياتنا، ما كاينلاش انك تسافر معاها، ما تدهاش فيا ما تسوقش ليا. تخاصمنا عاوتاني، لكن هاد المره على العلاقه، راكم فاهمين. هنا غادي يعترف ليا بلي انه تيمشي مع بنت وحده اخرى باش انه يكون حر معها اكثر. ما عجبنيش الحال وتعصبت عليه. واش انا اللي غادي نكون مرتك ما بقى لينا والو نتزوجوا؟ بغيتي تلصق فينا شي مرض؟ بقيت تنغوت وتنقول ليه عرفتي شنو، صافي سير بعد مني وعطيني اتساع. انا داك كنت قلتها بالنيه نتاع راني زعفانه وماشي باش اننا نتفارقوا. السيد ما جاوبنيش ومشى غبر. شهر 11 شهر 12، والمشكله انني كنت كنشوف اليوميات ديالو في مواقع التواصل. مشى سافر هو وديك خيتي اللي قلت ليه لا عليها، مرضت بقوت ما انا تابعه ومسحت نمتو باش انه ما يضرنيش خاطري. ممكن انه يقدر يجيكم هذا الشيء عادي وتافه، لكن ديك الوقت ربي وحده اللي كان عالم بيا. شهر واحد حتى هو ما دويناش، شهر زوج حتى وصل فيه 26 اللي كان فيه عيد ميلادي صيفط ليا تهنئه، قلت ليه شكرا. انا كنت على امل بلي انه في هذا الشهر اللي كان وعدني فيه وبلي انه باقي في البال ديالو داك المخطط اللي خططنا ليه بزوج، واخا ما نهضروش واخا تخاصمنا غادي يجي يقول لي جواهر وصلت الوقيته باش انا نجمعوا راسنا، انا غادي نجي لداركم. ما قالهاش. المهم من بعد ديك التهنئه لاباس بخير، شي 3 ايام الرسائل كانوا مقطعين بهذه الطريقه. في ديك اللحظه غادي نصيفط ليه بغيت نشوفك. هاد المده كلها اللي كنت عارفاه
كنت حارمه مني، يعني كنت انا خط احمر ما كنتش كنخليه يقيسني. فمنين شفت كيفاش تيدير معايا وانني غاديه في طريق الخسران ولا غادي نخسره وما بقاش مديها فيا، قلت اجي نشدو من هاد الناحيه نتاع العلاقه. انا بقيت عليه الو فينك نتلاقاو، واخا نتلاقاو، هو يقول لي عشيه نتاع هاد النهار فين، حيت راني بغيت نكون معاك فشي بلاصه غير انا وياك، واش كدوي بصح؟ اه بصح. تخيلوا ما كانش من العاجزين وكان خدام ديك العشيه، غادي نشد فيها العطله مازال وغادي نتلاقى انا وياه. مشيت معاه لواحد الدار نتاع الكرا جلسنا فيها وغادي توقع واحد العلاقه اللي هي بسيطه ما بيناتنا. تات ديك العشيه واخا هكاك ما حسيتش بلي انه داك الانسان اللي تنبغي، بحال ما حسيتش به فرحان وبحال داير ليا خير الخاطر ولا غير بغى يجربني. المهم انا داكشي اللي كان دار ليا في راسي قلت ماشي مشكل، غادي نضحي براسي باش انني نرجعوا ليا ونكسبوا، ولكن غلطت بزاف. منين تفرقنا زاد تاكد لي الاحساس ديالي، قال لي شوفي غادي نوصلك لبلاصه نتاع الطاكسيات وسيري. هاد التفاصيل انا ما كنتش كندوزهم مرو الكرام. فدازت ديك العشيه ما هضرناش فيها حيت ما عرفش فين مشى، ما قال لي والو، كانه حتى شي حاجه وقعت ما بيناتنا. لغديت يدوي معايا بواحد البرود. فاش دويت معاه على الزواج قال لي انا ما بقيتش كنفكر في الزواج جواهر، انا باغي نعيش الحياه. ما يمكنش فلان واش هاد المده كاملها وانت كتبني ليا ودابا كتلوح لي هاد الجمله بحال هكا؟ قال لي لا صافي، بغيتي نبقاو مجموعين حتى نرجع نقتنع مرحبا، ما بغيتيش انت تعرفي شنو ديري. هنا بدا كيلعب لي الشيطان في راسي وكنقول نوض يا جواهر، حاولي تقربي منه مره اخرى، ولكن هاد المره طريقة أبعد. بديت كنصيفط ليه رسائل من أول جديد، كنحاول أنني نتقرب منه، وكنصيفط ليه صور اللي هما إباحية، وليت باسلة معاه، وهو ما تيدوي معايا غير من الليل لليل، وبالنهار ما تيعطينيش وقت ولا اعتبار. وهنا قررت باش أنني نتلاقى معاه من أول وجديد. نتلاقى وفلان؟ أييه. فين؟ البلاصة الفلانية، غادي نجي نهزك منها. واخا. مشيت معاه دخلنا وجلسنا، وهنا حسيت به الإنسان تاع شحال هذه، كان مرتاح وعجبو الحال معايا. وفرحان من عينيه. انا بكثره الفرحه فاش شفتو هكاك نسيت كل شيء وبقيت غير ساهيه فيه. وهنا فين غادي يوقع الغلط اللي ما كانش غلط، حيت انا قلت بهذا الطريق غادي نضمنوا ليا. شاف بعيني شنو وقع ليا وقال ليا ما غاديش نخليك وما عندك مناش تخافي. انا وسط هذا الشيء كامل كان عندي امل باش انه يجيب معايا الموضوع تاع الزواج من اول وجديد. انا ماشي بنت الزنقه وعمرني ما خرجت مع شي واحد وكان عارفني بلي انني بنت دارنا، وعمرني ما وصلت لهذه المرحله مع شي مخلوق. المهم وقع الغلط، وصلت لوقيته اللي خاصني نرجع فيها للدار على امل انني نتسناه يجيب معايا الموضوع. والو، داير بحال ما كان حتى حاجه، السيد غير ما زايد فيه حتى الاهتمام ما بقاش. ديك الو وصلتي شنو كديري؟ والو. كنصيفط ليه ميساجات ما كيجاوبنيش، كان جميع الخطوات ديالو تيقولهم ليا ولو كانوا بساط وسافهين، حتى ولات المكالمه هي الاخيره حرمني منها. نهار السبت المشؤوم باقا كنعقل عليه فين وقع هادشي لحد ما جبتش معايا الموضوع، وانا عاد بديت كنستوعب شنو درت. قلت ليه امتى غادي تجي لدارنا؟ كيفاش امتى غادي نجي لداركم؟ اه كيف كتسمع هادشي كله اللي وقع ما بيناتنا وغادي تخليني بحال هكا معلقه؟ راه ما يمكنش، اذا ما قادش ماديا راه ماشي مشكل، غير اجي لدارنا دوي معاهم على الاقل باش انا نرتاح. انا راه عارفه راسي بلي غلطت وهذا كان بالرغبه ديالي، ولكن اذا بصح باغيني دير هاد الخطوه، اجي لدارنا يكون ولو غير داك التعارف. بدا كيغوت وكيعاير. في داك الاول بدا كيتبتني، انا ماشي ولد الحرام، حنا ولاد الناس، وانا قلت لك ما غاديش نخليك، انا دابا الزواج ما تنفكرش فيه، لكن اللي ما غادي نفكر فيه غادي تكوني انت هي اول وحده. بدا عليا بالهضره والسبان والخوات. صدمت صدمات العمر، 3 سنين عمرني ما شفت هذا الوجه وهذه الحقيقه، عمره ما غوت حتى عليا ولا دار معايا بحال هكا، غادي يقطع عليا. من بعدها ها هو تيصوني من جديد باش يقول لي انا راني بديت كنسولك على شي طبيب. كيفاش طبيب؟ طبيب باش يدير لك شي عمليه ديال ونرتاح وترتاحي حتى انتيا، شنو كتخربق؟ انت اللي خربقتيني في مخي وصلتيني لهذا الشيء. بدا كيعاير من جديد وهو يقطع. من هذيك ما بقى سول فيا ولا يهضر معايا ولا يصيفط لي ميساج يعرفني واش حيه ولا ميته، واش درت في راسي شي حاجه، حيت نمرت لانه حسيت بلي انني دليت راسي بزاف وطيحت من كرامتي وما بقيتش قاده ندوي معاه. صديقتي المقربه مني الوحيده اللي قدرت نعاود لها هذا الشيء كله عيات معايا باش انني ندوي معاه من جديد باش نلقاو شي حل، ولكن ما قدرتش حيت طيحت الدل على راسي. وبركه غير هذا الشيء اللي انا فيه، بقيت معلقه وحياتي واقفه. وليت دايره بحال شي روبو، وليت كنمشي للخدمه وكنجي، مابقيتش نقدر تنكمل الشوفه في والديا، مابقيتش كنقدر. كيفاش تايقين فيا؟ كيفاش هذا الشيء درتو؟ كيفاش بقى بحال ما مستوعبهش شنو حتى شنو طرا؟ كيفاش الثقه؟ كيفاش الثقه؟ ما نقدرش نافونسي في حياتي، يعني نتا الا شي ولد الناس
شنو غادي نقول لي؟ نقول لي راني مشيت عطيت الشرف ديالي بخاطري لواحد الانسان اللي كنت ما يمكنش. الحاجه الوحيده اللي ربحت من هادشي انني تقربت لمولانا، ما كنتش كنصلي من قبل، وليت كنصلي وندعي ونبكي، ويا ما دعيت الله انه يرجعوا لي حيتاش عرفت بلي انه غادي نضيع وما نقدرش نزيد القدام في حياتي. المهم من بعد 3 شهور عييت ما نصبر وانا نهضر معاه من جديد. عيطت ليه بالليل قال لي شوفي شوفي باغا نهضروا خليت الغدا ونجي عندك راني باغي غير الناس. قلت ليه صافي واخا. لغد لي تنقول ليه فلان واش جاي مع 5:30 باش نهضروا؟ قال لي لا ما بغيتش نتلاقى بك. كيفاش لا؟ واش نتا مسطي ولا مالك؟ لا ما تهضريش معايا، اذا عندك ما تقولي لي قولي لي هنا في التليفون. قلت له نسيتي شنو درتي؟ انا ما درت والو، سيري شوفي فمن تلصقي، انا راني بعيد على هذا الشيء كامل، باغا تطيحي عليا الباطل ولا شنو؟ ما يمكنش كيفاش تصدمت بهذاك الجواب، بقيت غير ساكته وتنبكي، تنقول له حشومه عليك فلان حشومه عليك، حشومه عليا، شتي انت راه ماشي راجل، انا ماشي راجل ومن بعد، واش غادي نقول لكم؟ داز داك النهار كيف الجحيم وغير تنبكي، ودارت بيا الدنيا، من قبل كنت نوعا ما مطمئنه حيت قلت هذا السيد دوزت معاه 3 سنين مستحيل انه ينكرني. من 7 المستحيلات اكتفيت انني نقول لي الله يخطفك الحق وهو يقطع عليا. لغدي مشيت عند الطبيبه النسائيه عاودت لها شنو كاين شنو دار معايا وشنو دار ليا. طلبت منها انا تدوي معاه وتشرح ليه بلي ديك العلاقه كانت اخر واول مره معاه. هضرت معاه وهي كتشرح ليه هو ما كاينش في هذا العالم، كيقول غير واحد الوقيته كتقول ليه كتسمعني كيقول كملي. قطعت معاه وقالت لي شوفها جواهر هاد خينا راه باغي غير يسوسك باي طريقه وصاف. خرجت من تما عيطت ليه بدا كيدوي معايا بواحد البروده وبدا كيعطيني في الحلول اللي هما بعاد على الزواج. انا اللي ندير شي عمليه مثلا، اقترحت عليه نتزوجوا نديروا غير العقد واحد غير شهرين من بعد طلقني انا نتكلف بكل شيء. قال لي لا لا انا ما تنفكرش في الزواج دابا وما عندي حتى شي حل من غير هذا. ولا عرفتي شنو بان لي كنقول لك غير الله يسامح وصافي سمحي لي بنت الناس. بقيت نبكي ونقول لي الله ياخذ فيك الحق. صافي قلت لي الله ياخذ فيك الحق ولد الناس. قلت له كيف ما ضيعتيني وكيف ما خرجتي لي على حياتي وكيف ما ضيعتي لي بزاف ديال الاحلام وكيف ما حرقتي قلب ام على بنتها. قلت له بغيت ربي عمرو يسهل عليك اختي، عمرني 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 ما نسمح لي في حياتي عرفتي واخا يبقى بيني وبين الجنه غير ذنوبي ما نسمعش ليه. انا عارفه انا عندي ثقه كبيره في الله، انا عارفه ربي غادي يغفر لي وتنصلي وتنداوي وتنقول يا ربي اسمح لي راني درت واحد الغلط كبير، راني عصيت الله وراني شحال من حاجه يا ربي اسمح لي، ولكن واخا هادشي حرام بغيتك تاخذ لي حقي. بغيت نشوفو كيتعذب في الدنيا، بغيت ربي يسهل عليا ويفرح لي يا ربي. وقد ما كانت فرحتي قد ما بغيتو يتعذب في حياته. انا حاليا ما عارف شنو ندير في حياتي، كنشوف راسي بلي انني خسرت بزاف، غير كنجي كنحط اللقمه في امي ونتفكر شنو واقع كتسد ليا الشهيه وكنبقى نبكي. العبره من قصتي البنات انهم ما يتيقوش في اي واحد وعمرهم اصلا يبنيو حياتهم على شي شخص. انا ربي دار لي بزاف ديال الاسباب من الاول باش انه يبعد عليا، لكن تعاميت وتبعته باش انني نرضيه ولو كان على حساب حياتي، لكن في الاخير ما ربحت حتى شي طريق. هذه هي كانت حكايتي، هذه هي كانت حكايه جواهر. جواهر انت عارفه بلي انه كاينه واحد النسبه ديال الغلط منك، لكن هذا لا يعني بلي انه ينوض يستغلها بهذه الطريقه. حياتك ما غاديش توقف هنا، استمري وخدمي وجمعي الفلوس، وكوني اكيد هادشي اللي كنقول لك غادي يكونوا حتى المتابعين غيقولوا لك بحالو. استمري وخدمي وجمعي فلوس، سافري دوري قري كتوبه حلمي حققي لراسك امنياتك، غادي يجي النهار اللي ربي غادي يصيفط لك واحد ولد الناس اللي غادي يتقبلك كيف ما انت بالماضي ديالك. في نظري والله اعلم ما ديري حتى شي حاجه، عيش السن ديالك كيف قلت لك، قطعي الصفحه ديالو وحرقيها وما تعاوديش تجبديها نهائيا. هو عاقبته ما غاديش تخرج على خير لانه تفلى عليك، حيت منين هو مأكد بلي انه مزوج بيك ما كانش خصو يمشي معاك في الغلط اللي كنتي قابله عليه انت من الاول. شوفي راه احسن حاجه انه بين لك هذا الوجه قبل الزواج. تخيلي انه تكوني حتى حملتي منه وكونتي عائله وربي عطاه هذا الخير وناض الطار ودار بحال هادشي، اش غادي تقولي؟ واش من دموع غادي تبكي انا ذاك؟ هذا كان نظري، والمتابعين غادي يخليو لك الراي ديالهم اكيد من غير القصه ديالك انتيا. انا راني ديما تنقولها والبنات والبنات راه غادي يوقف عليك وغادي يفرش لك الزرابي ديال الذهب كاع الى اقتضى الحال، ويشبعك كضوات وعراضات ويغوت في الزناق. هادي راه مرتي حتى تقولي هذا هو اللي فيه داكشي اللي بغيت، هذا هو فارس احلامي، غير هو غادي ياخذ شنو بغى
وما يبقاش يعقل عليك، راه يقدر كاع يدخلك من نقطه الضعف ديالك اللي هي الزواج والمعقول، باش انك ما تبقايش تقولي في راسك بلي هضره غير مدوز بيا الوقت ولا كيتفلى عليا. حضروا ريوسكم، ردوا البال مع من كتشاركوا لحظات حياتكم وحياتكم، ردوا البال لمن كتهديوا قلوبكم، راه ماشي اي واحد وفي ليها وماشي اي واحد كيشوف فيها مولانا. وكيف العاده والجمله المشهوره، اللي بغاكم يدق باب داركم، والديكم يسولوا على الاصل ديالو، داكشي نتاع زمان هو اللي صالح في زماننا اليوم. هكذا غادي تتفادى انك تأذي او لا يضيعك شي شماته. هذه هي كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها شي درس. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه الغد اللي قلت لكم. سلام سلام.